بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يلبس المحرم من الثياب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. كنا قد وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبيته لبيك اللهم لبيك، وهذه اللفظة التلبية يؤتى بها عند الحج والعمرة، وهي سنة باتفاق أهل العلم وليست واجبة. والسنة في التلبية أن تكون عند الإحرام، الموضع الأول في سنيتها أن تكون عند الإحرام، أي عند عقد النسك. وسبق معنا أن السنة أن يكون عقد النسك بعد صلاة الركعتين وعند قيام الدابة، أي عندما يركب المرء على سيارته يريد أن يتحرك من الميقات، هذا هو أكمل وقت يحرم عنده المرء. فإذا نوى المرء في نفسه زاد على النية بالتلبية. وبعض أهل العلم كان يسمي التلبية نية، فيقول، وهذا نص عليه بعض الشافعية وفيه نظر، فيقول إن الجهر بالنية لا يشرع إلا في ثلاثة مواضع: في العمرة وفي الحج وعند ذبح النسيكة أو الذبيحة. والحقيقة أن التلبية ليست من الجهر في النية في شيء، بل النية هي الدخول في النسك، وهذا سنة زائدة عليه. وكذا عند الذبح، فإن قول المرء اللهم هذا منك وإليك عن فلان، اللهم هذا عن فلان، فإنما هذا ذكر زائد عن نية الذبح لله عز وجل. وهذه اللفظة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها ابن عمر إليه صلى الله عليه وسلم، ونقل غيرها من فعله. والصحابي في الغالب لا يأتي بشيء إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أمثال ابن عمر رضي الله عنه الذي كان متحريا اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يزيد رضي الله عنه لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل. ونفي الحل أحد الألفاظ الصريحة في التحريم، فإن ألفاظ التحريم هناك صريحة وهناك ألفاظ دالة عليه لكنها دونها في الصراحة. ومن ألفاظ الصراحة أو الألفاظ الصريحة على التحريم لفظة لا يحل، ومنه هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، زيادة على التأكيد حينما قال تؤمن بالله واليوم الآخر، فجعله كأنه من باب الشرطية، أي إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تفعل ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير ذي زوج فوق ثلاث. فدل ذلك على أن هذه الصيغة من باب الشرطية، مما يدل على أن كمال الإيمان وكمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لأمر الله عز وجل يكون بذلك. والله عز وجل شرع أمورا فيها غضاضة على النفس، وربما كان النظر الأولي المجرد يظل أن لا حكمة فيها، وإنما هي تكليف ومشقة محضة، ولكن المؤمن الصادق كامل الإيمان المسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه هذا الأمر امتثل، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ففي هذين الحديثين وفي غيرها يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
المنع والتحريم بأن جعل الامتثال علامة على الإيمان، وأن من قام بهذا الامتثال مسلما فإنه كمال إيمانه، بل هو تمام إيمانه وشرط صحته. وفي هذا الحديث الذي معنا ربما كان فيه غضاضة على بعض النساء أو فيه ضرر على أخريات منهن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة أن هذا الحكم من أو أن الامتثال لهذا الحكم من علامة الإيمان ومن صدق التسليم. يقول صلى الله عليه وسلم: أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي اللفظ الآخر: أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذه اللفظة في الحقيقة هي قيل إنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن وجه كونها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلنذكر بعض الاختلاف فيها. فإنه قد جاء هنا في اللفظة الأولى من حديث أبي هريرة أنه قال مسيرة يوم وليلة، وفي اللفظ الآخر في البخاري مسيرة يوم، وفي لفظ أيضا في الصحيح مسيرة يومين، وفي لفظ رابع أكثر من ثلاثة أيام، وفي لفظ ثلاثة أيام، وفي لفظ ليلة، وفي لفظ مطلق. وهذه الألفاظ كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجت منه صلى الله عليه وسلم لبيان الحال الذي كان يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إجابة عن سؤال بعينه سئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعارض بينها. وإنما نحكم في التعارض أو نحكم بالتعارض حينما يجزم أن الحديث إنما خرج مرة واحدة. خذ هذه القاعدة في الحديث، أن الحديث إذا جزمنا أنه لم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلا بد أن تصحح لفظا وأن تلغي غيره من الألفاظ. مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبة في يوم عرفة في مقام واحد لم يتكرر، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كصلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة، أو فعل شيئا مرة واحدة. يجب أن نصحح لفظا ونحكم على ما عداه بالضعف شذوذا أو نكرانا بحسب النظر في الإسناد والمتن. وأما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التكرار فإننا الأصل أن نحملها على الصحة، وإنما ننظر في حكمها فقها في الجمع بينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحكم بصحة هذه الأحاديث لأنها جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع، وكلها في الصحيح. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ لأهل العلم فيها مسالك، ومن أشهر مسالكهم مسلكان، سأذكر هذين المسلكين ثم أبني عليهم الحكم الفقهي، ثم أرجع لما في هذا الحديث من الفقه. من المسالك من يقول إننا ننظر إلى أقل ما ورد، وهناك قاعدة عند أهل العلم الأخذ بأقل ما ورد، لأن من أخذ بأقل ما ورد قطعا عمل بالأكثر في النفي، وأما في الإثبات فإنه الأخذ بالأكثر، فمن أخذ بالأكثر في الإثبات عمل بالأقل قطعا، وأما في النفي مثل هنا لا يحل، إذن نأخذ بالأقل. فأقل ما ورد قالوا إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة، واليوم أو الليلة إذا أطلقتا فإنها تشمل اليوم مع الليلة، اليوم مع ليلته، فلا نحكم بأنه النهار دون الليل وهكذا، إلا أن يكون دلالة الحال دالة عليه. وهذه هي الرواية الأولى والثانية معا، فنقول إن الرواية الأولى مسيرة يوم وليلة هي معناها الرواية الثانية مسيرة يوم، وهي معناها مسيرة ليلة، لأن لفظة ليلة ولفظة يوم إذا أطلقت تشمل اليوم بليله ونهاره. وبذلك نجمع ثلاث روايات وهي الأكثر من حيث الصيغ، ونقول إنها هي الأكثر ورودا وهي الأقل عددا. وهذا الجمع هو الذي اختاره فقهاء المذهب، وبذلك نظروا فوجدوا أن مسيرة اليوم والليلة تعادل تقريبا 4 برود، ثم قاسوها بالكيل المعاصرون، فبعضهم يزيد على 80 وبعضهم يجاوز 80 فيوصلها إلى 100، ورأيت لبعض المعاصرين من يزيدها يوصلها إلى 120 بقليل، فهو من باب التقدير. إذن عرفنا الآن معنى الأخذ بالأقل. ومن أهل العلم من قال وهي الرواية الثانية في المذهب أننا نأخذ بالإطلاق، لأنه جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن تسافر وسكت، فنأخذ به، فنأخذ بالمطلق ونترك المقيدات.
وأما الفقهاء فيقولون إننا نحمل المطلق على المقيد فنأخذ المقيد الرواية الأولى. والرواية الثانية هي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ويفتي بها بعض المشايخ. والحقيقة أن هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم من إعجاز أو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لا يحل أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فأناط النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر بفعلين، بالزمن وبالقدر وهو المسافة، فقال مسيرة وهو القدر المسافة، واليوم والليلة هو ماذا؟ الزمن. وبناء على ذلك نستفيد أن ما نسبه البعض للشيخ تقي الدين من أنه يقول، واختاره بعض المشايخ المعاصرين عليه رحمة الله، أنه يقول إن السفر لا يكون سفرا إلا إذا قدر بالزمان فقط، فيه نظر، فيه نظر أي القول. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى لفظة اليوم والليلة ونسوا كلمة المسيرة. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط بالأمرين، بالزمن اليوم والليلة، وأناط بماذا؟ بالمسافة، بالمسافة. طبعا ما الذي ينبني على هذا الشيء اليوم والليلة؟ أن من قال إن العبرة بالزمان فقط قال إن من انتقل من بلد إلى بلد ثم رجع إلى بلده الأولى قبل تمام يوم وليلة فإنه لا يكون مسافرا. عندما تذهب من هنا إلى جدة وتجلس في جدة 8 ساعات 9 ساعات 10 ثم ترجع من يومك نفسه لا يحل لك قصر ولا جمع. وهذا بعض المشايخ الكبار عندنا من أفتى بذلك ونسب ذلك الشيخ تقي الدين. والحقيقة أن الشيخ تقي الدين إنما تكلم عن الزمن في مقام الاستدلال، لأنه يرى الإطلاق ولا يرى التقييد بالزمن أبدا، ما يرى التقييد بالزمن الشيخ، وإنما الشيخ تقي الدين يرى الإطلاق، فيرى أن كل ما سمي سفرا عرفا فهو كذلك، فهو كذلك. طيب إذن عرفنا الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، وقلنا إن هناك مسلكان مشهوران، إما تقييدها بالمسافة والزمن معا أو بالعرف، فالعبرة بالإطلاق. والأقرب بين هذين القولين أن نقول إن كان للمرء عرف صحيح وعادة صحيحة فيؤخذ بها، وإلا فإنه يصار للمسافة. لماذا نقول هذا الشيء؟ لأن بعض الناس يرى المسافات البعيدة ليست سفرا، وربما قطع مئات الكيلومترات ولا يعدها سفر. وبعض الناس يرى لم يخرج من بيته قط، بل ربما خرج إلى بعض أطراف المدينة التي هو فيها، فيحمل مؤنة ومشقة شديدة معه. فلذلك هؤلاء نقول لا عبرة بكم. لماذا؟ لأنه ربما يخرج إلى أطراف الرياض 10 كيلو ويأخذ عدة من سيسافر شهرا كاملا، وآخر يذهب إلى مكة ويرجع من ليلته من غير أي مشقة. فنقول ليس العبرة بالمعتاد على السفر، وليست العبرة بالذي يحمل الهم ويزمل له، وإنما العبرة بأواسط الناس. فإن كان له عرف معتاد عند المجتمع عموما فنأخذ به. مثل ماذا العرف المعتاد؟ عندما يأتي أهل جدة فنقول لهم أنتم يا أهل جدة، شوف العرف للعموم وليس لأحد الناس، أنتم يا أهل جدة هل تعدون الذهاب إلى مكة سفرا؟ يقول لا، أنا أذهب إلى مكة أداوم وأرجع، فلا نعده سفرا. وبناء على ذلك فإننا نقول لا يترخص فيه، وبذلك صدرت الفتوى من لجنة دائم الإفتاء. بالنسبة للرياض والخرج ربما جاوزت 80 كيلو ربما بعض المناطق، لكن لو تأملت عموم الناس لا يعد الخروج إلى الخرج سفرا. وكذلك ما يقال بالنسبة للدمام والجبيل، أهل الجبيل ربما يذهب ويعود ثم يذهب ويعود، يرجع البضاعة التي اشتراها ويعود في يومه مرتين، ولا يعد ذلك سفرا. إذن العرف عند عموم الناس أنه لا يعد سفرا، أو هو يعد سفرا وإن كان دون 80 كيلو كأن يكون مرتفعا كحال الجبال تهامة وغيرها، فإن السفر يعدون سفرا وإن كان أقل من 80 كيلو، لأنهم يرقون في جبال بعض المناطق، وتعرف من كان من أهل السرات يعرف هذا الشيء. طيب إن لم يكن هناك عرف عام فإننا نرجع للتقييد بالأربع برد، وهي تقريبا لنقول إنها 80 كيلو. من أين تحسب هذه 80 كيلو؟ تحسب 80 كيلو من طرف العامر إلى طرف العامر، العامر التي هو البلد من طرفها حدها، ما يحسب الرياض ما شاء الله من أوله إلى آخر 80 كيلو، كل هذه 80 لا تحسبها حتى تخرج من العامر، الأحياء التي يسكنها الناس ويعمرونها
ويستقرون بها يسمى عامر. هنا تبدأ تحسب فيجوز لك أن تترخص. طيب إذن عرفنا الآن حد السفر وهذا ليس محله ولكنه من باب الاستطراد. الذي يهمنا هنا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، والفائدة من ذلك أن المحرم يكون فيه درء للشر عنها ولو شكلا، فإن المرأة إذا كان معها أحد كائنا من كان فإن صاحب الشر والسوء يخاف ويهاب ولو كان ذلك صغيرا، وهذا معلوم، فإن بعض النساء إذا دخلت ومعها صبيها الصغير ربما هاب، يعني هاب بعض الناس من يكون معها وهو صغير، فكيف لو كان محرما مراهقا أبالغا أو دون أو زائدا عن ذلك. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من الحكم أنه ربما تحتاج إلى سؤال الرجال في شيء فيكون محرمها نائبا عنها في ذلك، ومعلوم أن جمال المرأة وحسنها بكمال حيائها، وقد جاء من حديث عائشة أنه وإن كان في إسناده ما قال أنه خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا تراها الرجال، فإذا أرادت شيئا من الرجال لا ضر عليها ولا ضير، ولكن ترسل محرمها ليتكلم على لسانها، وفي ذلك زيادة لحيائها وعفتها وكمالها، هذا جمالها، إلى غير ذلك من الحكم التي يسعى بعض الناس لإظهارها قد تظهر لأحد دون أحد. يبقى عندنا مسألتان فيما يتعلق بالحج. المسألة الأولى، ما هو شرط المحرم؟ قالوا المحرم هو من حرم نكاحه على سبيل التأبيد، إما بنسب أو مصاهرة أو رضاع أو أن يكون زوجا. شوف، لأن الزوج لا يحرم نكاحه على سبيل التأبيد، هو المستثنى فقط من القاعدة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن هناك أناس يحرم على المرأة أن تتزوجهم على سبيل التأبيد لكنه ليس بمحرم، مثل الملاعنة، إذا لاعنها زوجها يحرم عليها على سبيل التأبيد إلى قيام الساعة يحرم عليها. المرأة الزانية يحرم عليها أن تتزوج من الرجل الذي يزني بها على سبيل التأبيد إلا أن يحدث توبة. الكافرة والمسلم أو المسلمة مع الكافر إذا كان أخوها أو أجنبيا عفوا وكان أجنبيا يحرم عليها أن تتزوجه على سبيل التأبيد إلا أن طبعا يسلم، فمع ذلك لا يكون محرما لها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا بناء على ذلك أخوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، بناء على أن لبن الفحل يحرم سيمر علينا إن شاء الله، يتوسع في قضية ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أبو زوجها حتى وإن طلقها زوجها يكون محرما لها، يجوز لها أن تسافر معه. أبناء زوجها كذلك وهكذا، الذين هم ربائب عندها. الشرط الثاني قالوا إن المحرم لا بد أن يكون بالغا، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، فإن كان المحرم ليس ببالغ فإنه لا يتعلق به المعنى الذي شرع لأجل المحرم، غير أن بعض أهل العلم هذا متجه قالوا إن من كان مراهقا للبلوغ فإنه يصح أن يكون محرما، لأن المعنى في المراهق موجود في البالغ، المراهق الذي يراهق البلوغ، المراهق عند الفقهاء غير المراهق عندنا الآن، المراهق عندنا الآن يصل 20-25 وهو مراهق، لا، المراهق عند الفقهاء الذي يكون قبل البلوغ بقليل، بسنة، بستة شهور، 4 شهور وهكذا، فإن بعض المراهقين يكون فيه من 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 القوة وحسن تدبير الأمور ما يوافق فيه البالغ، فلذلك المراهق إذا كان فيه هذه الصفات فإن من أهل العلم المتقدم نص عليه بعض الشافعية أنه يكون محرما. المسألة الثانية أن اشتراط المحرم في الحج إنما هو شرط وجوب، وبناء على ذلك فلو حجت المرأة من غير محرم صح حجها. وهنا مسألتان سريعتان لكن نمشي في الحديث، للحديث بعد أهم. المسألة الأولى أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يكن لها محرم، فالذي قرره الشيخ تقي الدين يجوز لها أن تسافر لحج أو غيره مع الثقات من النساء. متى؟ إذا لم يكن لها محرم بالكلية، امرأة مقطوعة من شجرة ما لها محرم، لكن لو وجد لها، طبعا يجوز لها أن تترك الحج شرط وجوب،
المحرمية هنا يتعلق به الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بشروط الصحة والإجزاء اللي هو صحة الحج وفساده، هذا حكم تكليفي. اختار الشيخ تقي الدين كما نقل السفارين وغيره أنه إذا لم يكن لها مطلقا أي رجل واحتاجت إلى السفر فإنه يجوز لها أن تسافر. طبعا الشيخ يطرد هذه القاعدة حتى إنه يقول إن المرأة إذا لم يكن لها محرم ولا وتوجد والبلد التي هي فيه لا يوجد فيه ولاية لمسلم، ليست من البلاد الإسلامية، ولا يوجد في البلد التي هي فيها مسلم، ما يوجد مسلم، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها. يقول الشيء إذا فقد خلاص، من أين أن تأتيني بالبدل اللي هو الولي هنا أو المحرم؟ ما يوجد. فذلك الشيخ اضطرد لهذه القاعدة يراها، وكلامه الحقيقة يعني من حيث العقل وعموم الأدلة يدل عليه، ما يتولى، ما يصح، ما يصح، ما يصح. نعم. المسألة الثانية والأخيرة وهي مسألة دقيقة، أن شرط المحرم في الحج هل هو شرط في أفعال الحج أم هو شرط في السفر إلى الحج؟ السفر إلى الحج لا شك غير المكي يجوز له أن لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بمحرم. طيب، هذه الحالة الأولى شك فيه. الأمر الثاني اللي هو أنه شرط إيش في أفعال الحج، يعني متى نعلق الحكم به؟ إذا كانت المرأة مكية من أهل مكة أو جاء محرمها وحطها في مكة ورجع، هل نقول انتهى الواجب؟ وضحت المسألة. نقول أما الفقهاء قديما فإنهم كانوا يقولون إن المحرم شرط في أفعال الحج، وذلك بناء على أنه كان في وقتهم باتفاقهم أن التنقل بين مشاعر الحج من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى غير ذلك المشاعر، أن هذا التنقل هو من السفر، أنه من السفر، فلذلك كانوا يشترطون المحرم في السفر إلى الحج وفي أفعال الحج. المعاصرون في زماننا هذا لما اتصلت مكة وأصبحت شيئا واحدا، كثير منهم يرى أن هذا التنقل ليس سفر، فيلزم على قولهم، أنا لا أقول هذا القول لكن أقول يلزم على قولهم، أن المحرم هنا لا يكون شرطا. ولكني لا أعلم من كلام أحد من المشايخ المعاصرين في المسألة هذه له يعني كلام أنه لا يلزم. لماذا؟ لأنه يعتبر مدينة واحدة، والمرأة يجوز لها أن تتنقل ما لم يكن هناك خلوة أو ما في حكمها، وهذه المسألة تحتاج إلى أيضا مزيد بحث وتأمل. هذا كلامنا قبل قليل. على قاعدة الفقهاء قديما ما يزال الحكم متعلق به، وأما الآن فتحتاج إلى تأمل. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الفدية. وعن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. نعم، هذا الحديث أو أولا هذا الباب باب الفدية، والفدية تطلق في الحج على أمور. الأمر الأول طبعا نتكلم عن الدماء عموما، هناك الدماء التي تكون لأجل التمتع والقران، والنوع الثاني التي هي نوع فدية أي بدل، فتكون فدية لفعل محظور وتسمى فدية الجبران لفعل محظور، فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام وجبت عليه فدية وهي على التخير. النوع الثالث من الفدية فدية ترك الواجب وهي تسمى فدية الجبران، لأنه جبر ترك واجب، وهذه على الترتيب وليست على التخير، والدليل عليها ما جاء عن ابن عباس أنه قال في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم، فيجب عليه دم، فإن عجز عنه انتقل إلى بدله وهو صيام 10 أيام، 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران. وأما الفدية لفعل المحظور فإن حكمها يختلف. إذن عرفنا أن الدماء في الحج 3 أنواع أساسا، غير طبعا الدم الذي لأجل
جزاء الصيد هذا لا نتكلم عنه. النوع الأول لأجل أن المرأة كان متمتعا أو قارنا، ويسمى هدي التمتع والقران، باب الهدي، وهذا الهدي يجب على الشخص أن يذبح ما لم يكن حاضر المسجد الحرام، فإن عجز عنه وجب عليه أن يصوم 10 أيام. طيب، النوع الثاني الذي يكون لأجل أنه ترك واجبا من واجبات الحج، ترك المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، الرمي، طواف الوداع إلى غير ذلك من الأمور، أو الإحرام من الميقات، فالأصل فيه أنه تجب فيه الدم لحديث ابن عباس الذي ذكرته، فإن عجز عنه انتقل إلى صيام 10 أيام على المذهب قياسا، ما في نص، قياسا على هدي التمتع والقران، هذا المذهب. من أهل العلم أن يقول لا بدل، إذا عجز عن الذبح لا بدل. النوع الثالث هو الذي سنتكلم عنه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو من فعل محظورا من محظورات الإحرام، والله عز وجل جعل فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام، أخذ من شعره، قص أظافرة، لبس مخيطا، تطيب إلى غير ذلك، جعل الفدية فيها مخيرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعله مخير. إذا الأول والثاني على الترتيب، وهنا على التخيير. طيب، سنذكر الثالث إن شاء الله بعد قليل في حديث عبد الله. يقول عن عبد الله بن معقل أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، أي فدية الأذى، فقال: نزلت في خاصة، أي اقصد الآية، وهي لكم عامة. وهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. الناس في الزمان الأول كان القمل منتشرا بينهم بسبب يعني مباشرتهم لكثير من الأتربة، مباشرتهم للبهائم، واختلاط بعضهم ببعض، وقلة المنظفات، وفي غير ذلك. وكعب رضي الله عنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان شعره وافرا، إذ العرب من عادتها أنها توفر شعرها لحاجتها إليه، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان القمل ينزل على وجهه من كثرة القمل الذي كان في رأسه رضي الله عنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من شدة القمل وأنه لا يستطيع التحمل، قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشدة، وهذا يدلنا على أن القمل مؤلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أحكاما في التخفيف على من أصيب بالقمل غير هذا الحكم الذي معنا، منها على سبيل الفائدة أنهم يقولون: يجوز القزع من غير كراهة لأجل القمل، فالقزع هو حلق القفا، وأنا لا أدري هذه المعلومة صحيحة أم لا، فإن الفقهاء يقولون إن من حلق قفاه ذهب القمل عنه، فيجيزون حلق القفا لأجل القمل، يحلق قفا الرأس، بل إنهم يجيزون للمرأة أن تحلق بعض قفاها لأجل إصابتها بالقمل، ما يجوز المرأة أن تحلق رأسها لأنه مثله إلا أن يكون فيها قمل، فذكر الفقهاء أنه يجوز أن تحلق قفاها لأجل هذا. وهذا من باب يعني التخفيف والتيسير على الناس شدة الألم في القمل. فقال له النبي: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ثم ذكر الشيخ اللفظ الثاني في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم فرقا، والفرق بالتحريك هو الصواب، هذا مكيال معروف عند أهل المدينة، ولا يصح فيه التسكين في قول جماهير اللغويين، ما يصح أن تقول فرق، وإن كان صححه ابن سيدة وبعض اللغويين كابن فارس، وجمع بين تصحيح اللغويين للتحريك والتسكين في الراء الخليل بن أحمد الفراهيدي، فنقل عنه الشيخ منصور البهوتي في حواشي الإقناع أنه قال: الذي كان يكتال به العرب في المدينة إنما هو الفرق بالتحريك، وأما الفرق بالسكون فإنه مكيال كبير لأهل العراق خاصة، فلذلك لا يصح أن يذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرق، وإن كان يصح في اللغة لكن غير المكيال الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت هذا التعليق؟ لأن من الرواة لبعض الكتب الستة من سكن الراء وهي محركة، فنقول إن الصواب أنها تكون محركة دائما، وهو الصواب ولا شك. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى أتى بالرواية الثانية لقصد، مع أنها في البخاري من مفاريد البخاري، لقصد وهو الدلالة على أن فدية الأذى أنها للتخيير،
أنها للتخير، لأن الرواية الأولى المتفق عليها موهمة، أن من لم يجد الشاه ينتقل للإطعام أو الصيام، لأنه قال أتجد شاة؟ قال لا، قال فصم أو أطعم. الرواية الأولى موهمة. أما الرواية الثانية وإن كانت من فريد البخاري إلا أنها هي الموافقة لكتاب الله عز وجل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أن فدية الأذى أنها على التخير مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر، فيكون الشخص مخير بين ثلاثة أيام، بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة في مكة ويوزع لحمها على أهل مكة، أو أن يصوم ستة أيام، أو أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان سواء في مكة أو في غيرها، ولا يشترط أن تكون في مكة، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يطعم ستة مساكين. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى نأخذها بسرعة وهذه واضحة، أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام فإنه تجب عليه الفدية على التخير، والدليل على أنها للتخير الرواية الثانية وهي الموافقة لكتاب الله عز وجل. وأما الرواية الأولى فالصواب أن نحملها على التخير، وقال بعض أهل العلم بل إنها أحيانا تكون للتخير وأحيانا تكون للترتيب، فمن كان متعمدا الحلق من غير عذر فوجب الترتيب شات، فإن عجز انتقل إلى الإطعام أو الصيام. والحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن هذه الرواية توهم ذلك، وكعب رضي الله عنه كان له عذر. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه في محظورات الإحرام إذا كان فيها إتلاف فلا يعذر بالعذر، وهي الحاجة، فلا يعذر بالحاجة. أن محظورات الإحرام إذا فعلها الشخص لحاجة فإن كانت فيها إتلاف لشيء فلا يعذر، فيجب البدل، وإنما يرتفع عنه الإثم. لكي تفهم الجملة التي قلتها سأتكلم عن جملتين ونظائرها. ما الفرق بين المصطلح الذي سأذكره لك، الحاجة والضرورة؟ الحاجة هو ليس الحاجة لذات الشيء وإنما لصفة من صفاته، وأما الضرورة فهي الحاجة للشيء نفسه كأكل الميتة، هنا محتاج لذات الميتة لا بديل له. وأما الحاجة فهو الحاجة إلى صورة من صورها، وصف من أوصافه. صاحب القمل هو يريد أن يزيل القمل، من وسائل إزالة القمل حلق الرأس، فهو محتاج لوصف من أوصاف الحلق لأجل إزالة القمل، فهي حاجة. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن محظورات الإحرام نوعين، أو أن محظورات الإحرام نوعان، منها ما هو فيه إتلاف ومنها ما ليس فيه إتلاف. ما فيه إتلاف قص أو إزالة، مثل ماذا؟ حلق إيش؟ الشعر، مثل تقليم الأظافر، مثل قتل الصيد، هذه فيها إتلاف. ما ليس فيه إتلاف، لم يتلف شيئا، مثل شم الطيب، لبس الإحرام، لبس المخيط، زين، لبس المخيط وما عدا ذلك، الجماع الفقهاء يلحقونه بالإتلاف ولا يلحقونه بغير الإتلاف، فيرون أنه ممنوع الإتلاف ملحق حكما الجماع. انظر القاعدة اللي سأذكرها لك الآن بعد ما فهمنا المتلف وغير المتلف والحاجة والغير الحاجة. يقولون من احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام ففعله فعليه دم مطلقا، ومن نسي ففعل شيئا من محظورات الإحرام فإن كان فيها إتلاف ففيها الفدية، وإن لم تكن محظورات الإحرام من الإتلاف فلا فدية فيها. انتهت القاعدة. إذن فرقنا بين، أو هذه القاعدة على المذهب طبعا، فرقوا بين اثنين، بين الحاجة للشيء وبين النسيان لمن فعله ناسيا. فعلى ذلك من نسي فحلق رأسه عليه دم، لأنه متلف، والمتلف لا فرق بين النسيان والحاجة لذاته. من احتاج فلبس المخيط
عليه من احتاج، ليس من نسي، من احتاج فلبس المخيط يقول عليه، عليه دم لأنه محتاج، وهكذا. طيب، إذن هذه قاعدة نمشي فيها عشان لأجل الوقت. نعم، هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرةً، فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعةً من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريحٍ: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا ابن شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة. نعم، هذا حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة. كان عمر بن سعيد بن العاص أميرا لعبد الملك بن مروان، فلما هم عبد الملك بن مروان بمقاتلة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر أمراءه بأن يبعثوا البعوث، يعني الجند، لمقاتلته. فكان عمر بن سعيد بن العاص رضي الله عنه واليا على مصر، فجمع الجند والبعوث ليبعثهم إلى مكة لمقاتلة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. فجاءه أبو شريح رضي الله عنه فقال: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح. وهذا الفعل من أبي شريح رضي الله عنه من باب النصيحة، وسيمر معنا أن عمرو بن سعيد فهم من هذا الحديث التخصيص وليس الإطلاق، وسنتكلم عن فقه بعد قليل. وفي هذه المسألة من الفقه الشيء العظيم، حينما أنكر أبو شريح رضي الله عنه على عمرو بن سعيد رضي الله عن الجميع هذا الفعل، أنكر عليه، ففيه من الفقه مسألة الإنكار وهي مهمة جدا، ولنقف معها وقفتين أو ثلاث فإنها مهمة. المسألة الأولى: يجب أن نعلم أن الإنكار نوعان، إنكار للقول وإنكار للعمل. أما إنكار القول فهو المحاججة وبيان الدليل على المخالفة وبيان صحة هذا القول وبطلان القول الآخر وهكذا، هذا الإنكار بالقول، إنكار القول وليس الإنكار بالقول، إنكار القول أي أن الفعل الذي فعلته ضعيف من حيث الدليل. وأما إنكار العمل، وأما إنكار العمل فإنه المنع منه، بأن يمنع من هذا العمل فيقول لا تفعل هذا الشيء. فقد يكون المنع باللسان وقد يكون المنع باليد. والأضرب لذلك مثالا في صلاتنا. فعلى سبيل المثال، حينما يرى شخص آخر يحرك إصبعه في التشهد والآخر يرى أن ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في التحريك أنه ضعيف، عندما يأتي هذا الذي لا يحرك إصبعه في صلاته للثاني فيقول إن الحديث ضعيف مثلا، ويبين له هذا الشيء، هذا يسمى إنكار القول. وأما إنكار الفعل فيقول لماذا تفعل هذا، هذا خطأ، أو يأخذ إصبعه ويجر بالقوة يمنعه. بعض الناس يغلط وبعض الناس يقول لين، لكن هذا إنكار العمل. فهذا فرق بين إنكار القول وإنكار العمل. إنكار العمل
يجوز في حالات ويمنع منه في حالات. متى يمنع من إنكار العمل؟ يمنع من إنكار العمل أولا فيما لو كان اجتهادا سائغا، يعني له حظ من النظر وذهب له صاحبه باجتهاد سائغ أو تقليد صحيح، فلا يصح إنكار العمل، ولكن يبقى إنكار القول. مثل ماذا؟ عندما تذهب لبلد وتراهم يقنتون في صلاة الفجر، وقد صح عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت أبدا، وإنما قنت شهرا ثم ترك، حديث أنس، حديث صريح، ولكن رأيتهم يقنتون، فلا تشنع عليهم إنكار العمل، وإنما تبين لهم خطأ هذا القول. شوف فرق بين المنع والتشنيع وبين ماذا؟ إنكار القول. ولذلك يقول أهل العلم، وهذه القاعدة التفريق بين الأمرين ذكرها الشيخ تقي الدين في بيان الدليل، قالوا إن إنكار القول بإجماع أهل العلم باقي، ما ينكر، ما ينقطع. ولذلك ما زال بعض أهل العلم يرد على بعض الكتب كلها لهم ولنا. وأما إنكار العمل فإن كان ذهب إليه الشخص باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فلا يصار إليه، وهذا معنى قولهم لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. ولذلك لما قيل لأحمد أتصلي خلف من يقنت؟ قال ألا أصلي خلف الشافعي؟ هذا إنكار العمل. انظر معنا في هذه المسألة، هنا أبو شريح رضي الله عنه لم ينكر العمل لما كان سعيد أو عمرو بن سعيد بن العاص مجتهدا وهو صحابي، فرأى تخصيص هذا الحديث فلم ينكر العمل وإنما أنكر القول. وذلك أكبر الخطأ الذي يأتي في المسائل الخلافية إنما هو من هذا الباب. بعض الناس يعلم أن الصواب عنده أو يظن أن الصواب عنده فيبدأ بإنكار العمل، وهذا لا يجوز ما دام أن الذي أمامك صار له بأحد الأمرين، أما أن يكون أخذه من باب البدعة فهذا أمر آخر، أو من غير اجتهاد ونظر هذا يجب الإنكار فيه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حينما أنكر أبو شريح رضي الله عنه على عمرو بن سعيد وكان أميرا فقال ائذن لي أيها الأمير، لذلك يقول أهل العلم أن الإنكار على الأمير أو المسؤول كان أميرا على مصر فقط أنه يكون بلطف، فقولا له قولا لينا، وهو يتعلق بالشرك مع أنه إنكار مسألة ضد الدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يكون مبنيا على المصلحة، فلا يكون علانية، كما في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما أنكر على عثمان أو حينما اجتهد عثمان رضي الله عنه في بعض المسائل فظن بعض الصحابة أو خالفوه الرأي في هذه المسألة، فقيل لأسامة ألا تنكر عليه وتنصح؟ قال قد نصحته، ولكن لا يلزم أني إذا نصحته أخبرتكم، ولكني آخذ بيده، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أديت ما بيني وبين الله عز وجل. ولذلك ألف الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة عظيمة في التفريق بين النصيحة والتعيير، وذكر أن لبعض الناس خصوصية في طريقة نصحهم، وليس معنى ذلك ترك النصح، لا، النصيحة واجبة لكل مسلم، لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، ولكن يبقى في أسلوب النصيحة، فيفرق بين النصيحة وبين الفضيحة، والكلام في ذلك طويل، ولكن نشير ما ناسب الحديث. نعم، قال أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني قام به النبي صلى الله عليه وسلم في غداة يوم الفتح في نهارها، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا دليل على أن السنة في كل خطبة أو أمر أن يبتدأ بحمد الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وأما رواية لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فإنها ضعيفة، رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين وهي ضعيفة، والصواب بحمد الله. ومعنى كونه أبتر أي ناقص، فدائما المرء يبدأ حديثه بحمد الله عز وجل ليوفق ويسدد فيكون كاملا مباركا فيه بأمر الله. قال ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها إبراهيم وإني أحرم المدينة. الجمع بين الروايتين حديث أبي شريح وحديث
أنس رضي الله عنه واضح جدا، وهو أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولا شك، ولكن التحريم كان على لسان إبراهيم. وهذا يدلنا على أمر مهم جدا، وهو أن الأزمان والبقاع تحريمها قديم، حينما كتب الكتاب الله عز وجل فهو تحريم قديم، ولذلك يسمى إرادة، هو إرادة كونية. فمكة محرمة قديم قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما أخبر الناس بها وأعلن إبراهيم. والمدينة محرمة كذلك قديما، وإنما خبر بها الناس وأعلم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا هذه القاعدة، وهو أن تفضيل الأماكن وتفضيل الأزمنة قبل خلق السماوات والأرض، اتضح لنا معنا معنى كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود على شيء كما تحسدكم على يوم الجمعة. فيوم الجمعة فاضل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خصنا الله به واصطفانا إليه، لم يدل عليه لا يهود ولا نصارى. يوم عاشوراء فاضل قبل أن ينجي الله موسى. فلذلك من الجهل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل إنما عظم هذا اليوم لأجل أن موسى نجي فيه، هذا من الجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه يوم، حدث فيه من الحوادث كذلك. فالأيام والأزمنة لا تفضل بالحوادث التي فيها مطلقا، فإن يوم عاشوراء فيه نجى موسى وفيه قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فذلك لا تفضل، وإنما هي فاضلة قبل. والدليل على أنها فاضلة قبل أن قريشا كانت تعظم يوم عاشوراء من بقايا دين إبراهيم، ودين إبراهيم قبل موسى، وموسى بعده من ذريته، إنما هو من ذريته، فدل على أن يوم عاشوراء فاضل من عهد إبراهيم، بل هو قبل من خلق السماوات والأرض. إذن نعرف هذا الأمر، وهو أن التحريم لمكة قديم، ولكن كان على لسان إبراهيم عليه السلام. قال: ولم يحرمها الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها الناس، أي أن الفعل الذي يفعله الناس من تحريم مكة ليس من قبل أنفسهم، فليس منسوخا في الشرع، وإنما هو من تحريم الله عز وجل. وهذا هو المقصود، لكي أن ونستفيد من هذه الجملة فقه، أن ما كان الناس يمتنعون منه من الأشياء التي ستأتي بعد قليل في قبل الإسلام من الأشياء التي ذكرها، فإنها تكون ممنوعة بعده، سنستدل بها بعد قليل على الراجح في بعض المسائل. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذا الحديث بعض أهل العلم قال معنى هذا أن لا يسفك بها دما حراما، فلا يجوز أن يقتل بها مسلم معصوم الدم ونحو ذلك. وإذا تأملت في هذا الكلام نقول هذا غير صحيح. لماذا لا يصح هذا الكلام؟ إذن مكة وغيرها واحد، ما أصبح لمكة أي خصوصية. الدم الحرام لا يجوز سفكه في شرق الأرض ومغربها، ما أصبح خصوصية لمكة، وإنما نقول لا يجوز بها سفك دم يجوز سفكه في الحل. ومن هذه الأمور على الصحيح من قوله العلم اختصارا، أن من فعل حدا من الحدود أو قتل معصوما خارج مكة ثم التجأ إلى مكة فلا يجوز إقامة الحد عليه في مكة، وإنما يخرج إلى خارجها فيقام عليه الحد في خارجها. وهذا هو مشهور المذهب وهو الصحيح، وانتصر له، بل هو قول جماهير أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين، وانتصر له ابن القيم وأطال عليه زاد المعاد. فمن عمل موجبا لقتل قصاص أو حد خارج الحرم فلا يجوز أن يقام عليه الحد في داخله، وإنما يخرج. وأما من انتهك حرمة مكة بأن قتل معصوما في مثله فإنه لا شك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. من فعل الجرم في مكة يقام عليه الحد، لكن من فعله خارج ثم التجأ إليه فإنه لا يقام عليه الحد. هذا واحد. الأمر الثاني مما لا يسفك فيه الدم، قال البغاة، وهذا الذي استدل به أبو شريح رضي الله عنه. فإن أبا شريح استدل على أن البغاة كعبد الله بن زبير رضي الله عنه إن سلم بذلك فإنه لا يقاتل ما دام في مكة من باب الطرد، وغير ذلك المسائل التي ذكرها أهل العلم. طيب، قال: ولا يعضد أو ولا يعضد، يعني لا يحل لامرئ أن يعضد بها شجرة. المراد بالشجر هنا الشجر الذي هو من
نبت الأرض وليس من فعل الآدميين على الصحيح من قول أهل العلم، فما كان من نبت الآدميين أي من زرعهم فإنه يجوز عض الشجر أي قطعه، وأما ما كان من نبت الأرض فلا يجوز قطعه إلا أن يكون مؤذيا كما سيأتي في استثناء الحديث الذي بعده. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، وهنا مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر عن نفسه فإنما نذكره من باب الخبر ونصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، أي أحل له مكة هذه الساعة ولم يحلها لغيره، وإنما أذن لساعة من نهار أي برهة، وهي في الغداة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذه الجملة استدل بها على ماذا؟ على أنه لا يجوز فعل أي اعتداء في مكة، لا مقاتلة ولا قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل، أما المقاتلة فإنه جاء بجيش إلى مكة، ولا يجوز مقاتلة أهل مكة مطلقا ولا محاربتهم ولا الاعتداء على مكة، طبعا الاعتداء على الحرم مطلقا لا يجوز. وأما القتل فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وقال اقتلوه ولو كان، وأمر بقتل غيره، قال ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، هذا قتل. والمقاتلة والقتل كلاهما استثني به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نقول خلاف القول الأول الذين قالوا إنه من كان فعل موجبا، فلا نقول إنه يقتل في مكة وإن كان موجبا للقتل بحد أو غيره. قال: فقيل لأبي شريح: ما قال لك، أي عمرو بن سعيد؟ فقال: أنا أعلم بذلك، أي قال يعني عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي فعل بلية أو جناية. فعمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه كان من الصحابة، فرأى أن هذا الحديث مخصص بهؤلاء الثلاثة، والتخصيص إما الحديث الذي سيأتي معنا في أبن سلم بقتل بن خطل، أو أنه مخصص بالمعنى الأول السابق فيكون حديثا سبق تخصيصه، وأن الله عز وجل أمر بإقامة الحد وغير ذلك من الأمور. فهمنا من هذا الحديث إذن بعض الأحكام متعلقة فيه، ومن أهمها في نظري وهي مسألة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا يتعاملون مع الاختلاف. وهذه المسألة يعني لأتكلم فيها في دقيقة واحدة فقط، معرفة كيف نتعامل مع الاختلاف مهم جدا، والمرء كلما زاد علمه قل إنكاره في المسائل الخلافية، وأعني بالإنكار إنكار العمل، وأما القول فإنه بالعكس يزداد إنكاره لمعرفته بالأدلة إن كان مناقشا. ومسألة قضية الفتن التي حدثت في الإسلام، لو تأمل المرء فإنه سيجد عددا منها وهو عدد كبير إنما هو كان من هذا الباب، ربما عظمت صغائر أو أظهرت زلات فكان هذا منها، وما حدث مع عثمان وعلي رضي الله عنهم وما أنكره الناس عليهم إلا من هذا الباب، أمور اجتهد فيها قد يكون مصيبا أو مخطئا، وكذلك معاوية وبعد ذلك من الخلفاء، ولكن رأى بعض الناس أن الصواب لا بد فيه من الإنكار معهم وشدوا في ذلك، فحدثت الفتن العظيمة التي ما زال المسلمون إلى وقتنا يرون أثرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. طيب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قريب من الحديث أبي شريح السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة أي أن الهجرة قد انقطعت انقطاعا تاما بيوم الفتح وفتح مكة، فلا هجرة،
فكل أجر يثبت للمهاجرين فإنما هو قد انتهى بالفتح، فالهجرة قد انقطعت إلى قيام الساعة، وإنما يبقى من الأحكام ما هو قريب منها وهو الفرار بالدين. فإن من ضيق عليه بدينه، من ضيق على دينه وأن يؤدي شعائر الله كما أوجب الله عز وجل عليه، فإنه يجب عليه أن يفر بدينه ليؤدي شعائر دينه كما أوجب الله سبحانه وتعالى. وأما الهجرة فقد انقطعت. وينبني على ذلك ماذا؟ أن المهاجر إذا هاجر من بلد يحرم عليه أن يرجع إليها فيسكنها. وأما الفار بدينه فإنه إذا ذهب السبب الموجب لفراره يجوز له الرجوع إلى بلده. ومن الأحكام متعلقة في ذلك ما يتعلق بالملك في بلده التي هاجر إليها، فإن من أهل العلم من يقول من هاجر من بلد فإن ملكه يلتغي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ومن أهل العلم من يقول: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم عليه باعتبار الإرث حينما تولى أبو طالب على ملك بني هاشم وغير ذلك. إذن الهجرة التي ترتب عليها الثواب العظيم قد انقطعت، ولا يوصف أحد من الناس أنه هاجر بعد مكة مطلقا، وإنما يسمى فار بدينه، واختلف الأحكام بين المهاجر ومن فر بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، أي بقي الجهاد والنية. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية تحتمل أن الواو لمطلق العطف، لمطلق الجمع، وتحتمل أن تكون للمغايرة بين الجهاد والنية. وعلى المعنى الأول مطلق الجمع بين الجهاد والنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنى هذه الجملة أنه يقصد أن يقول أن الذي يبقى الجهاد الذي فيه نية صالحة، إذ ليس كل جهاد يثاب عليه المرء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومعلوم أن النية قد تمحق العمل بالكلية، كأن يكون رياء أو أن يقصد به غير وجه الله عز وجل، وقد تكون منقصة للأجر إذا وجد التشريك في النية. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. إذن فالنية إن كانت من باب التشريك تنقص الأجر، وإن كانت من باب الأصل كالرياء ونفي القصد فإنها تلغي العمل بالكلية. ويحتمل أن تكون ولكن جهاد ونية أن الواو هنا للمغايرة، ولكن الجهاد يثاب عليه المرء ويبقى مثوب عليه، والنية ونية المؤمن أبلغ من عمله ولا شك. ولذلك روي عند الديلمي في مسند الفردوس مرفوعا ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سنده ما قال لكن معناه صحيح، أنه قال: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. ومن رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يثابون على نياتهم الصالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ينفق المال في أوجه البر وعلى هلكته بالمعروف، والآخر الذي كان عادما لهذا المال ولكنه يتمنى أن لو كان واجدا لهذا المال لأنفق مثل ماذا؟ مثل الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما في الأجر سواء، إنهما في الأجر سواء. فالأمر النية أمرها عظيم، سواء في الإثابة عليها أو في التصحيح وفي غيرها. وذلك نية الجهاد ونية العمل الصالح عظيم. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهنا النية موجودة. نعم، يقول: وإذا استنفرتم فانفروا، أي وإذا استنفرتم للجهاد فانفروا. والجهاد يكون واجبا في 4 حالات فقط، وما عدا ذلك فلا يكون واجبا. الحالة الأولى قال كما جاء عن عطاء رضي الله عنه قال: لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الجهاد في ذواتهم، وهذا خاص بهم كما جاء عن عطاء. الأمر الثاني قالوا: إذا دهم العدو البلد التي فيها المرء فإنه يجب عليه أن يقاتل عدوه حتى لو اعتدى على شخصه ماله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله دون نفسه دون عرضه فهو شهيد. فإذا دهم العدو بلدا بعينها وجب الجهاد فيه والقتال. الأمر الثالث مما يجب فيه الجهاد والقتال قالوا: حال المصافة. فإذا تصاف اثنان المسلمون، طبعا يعني قبيلان المسلمون وغيرهم،
فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يترك القتال في ذلك الموضع، لا يجوز، ويسمى فارا ناكصا على عقبيه، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الرابعة قالوا إذا استنثر إمام المسلمين أعيانهم، أنت يا فلان ويا فلان إيتي للجهاد، فيجب عليه أن يقاتل. هذه الحالات الأربع هي التي يجوز يجب فيها، وما عدا ذلك فليس بواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب. قال وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد، يقصد مكة، وهذا البلد المراد به مكة وما جاورها مما يكون من حد الحرم وليس العمران فقط، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا يدل على ما ذكرناه قبل في قضية أن تحريم البقاع والأزمنة سابق لخلق السماوات والأرض، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، وهذا سبق الحديث عنها، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه أي لا يقطع، ولا ينفر صيده. معنى تنفير الصيد أن نبه لكي يعني يتحرك من مكانه لأجل أن يصاد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفير الصيد وتحريكه من مكانه لأجل الصيد ممنوع، فمن باب أولى، فمن باب أولى الصيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشوك، فذكر الأقل للدلالة على الأكثر، للدلالة على الأكثر من باقي الزروع والشجر. قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، اللقطة إذا كانت في حدود الحرم عرف ليست من الحرم، فلا يجوز لامرئ أن يلتقط هذه اللقطة ولو كانت مما لا يتطلع له أواسط الناس، لا يجوز التقاطها، ولا يجوز التقاطها إلا لمن يعرفها، حتى وإن عرفها سنة فإنه لا يملكها، وإنما تبقى عنده، يده يد أمانة، بخلاف من التقط لقطة في خارج الحرم فإن عرفها سنة ملكها، جاز له كامل التصرف فيها وتورث عنه، وبناء على ذلك فيجب بقاء اللقطة في مكانها. فإن خاف المرء عليها من جاهل لا يعرف حكمها أخذها وأعطاها من يعرفها، كجهات المخصصة بمعرفة الضوال والمفقودات ونحو ذلك فيعطيها لهم. وأما من أخذ شيئا من مكة فيحرم عليه، فإن أخذه فعليه الإثم ويجب عليه غرمها، يأتي بمثلها أو بقيمتها فيردها إلى مكانه. قال ولا يختلى خلاها، الخلاء الذي هو الحشيش لا يؤخذ وإنما يبقى، فقال العباس إلا الإذخر وهو نوع من الشجر، فإنه لقينهم أي الحداد يأخذه للنار، وبيوتهم يجعلونه في بيوتهم، وكذلك بعض الروايات وقبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. في هذا الحديث من الفقه زيادة على ما سبق مسألة أصولية مهمة، وهو أن الاستثناء لا تشترط نيته عند أول الكلام، لا تشترط نيته عند أول الكلام. وهو دليل ذلك أن العباس نبه النبي صلى الله عليه وسلم لاستثناء الإذخر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه استثناؤه في أول الكلام فاستثناه، وبناء على ذلك فمن استثنى شيئا بعد تمام كلامه وعدم الفصل الطويل فإنه يصح الاستثناء. مثال ذلك عندما يحلف شخص على شيء يقول والله والله لأضربن فلانا، أو والله لا أكلت طعام فلان، فقبل أن يطول الفصل قلت له استثني، ايش معنى استثني؟ قل إلا أن يشاء الله، استثناء تعليق على المشيئة، إلا أن يشاء الله، فإن استثنى بعد من غير طول فصل صح الاستثناء، فلا يحنث لو أكل الطعام أو لم يفعل بوعده. ومثله الطلاق أيضا على الصحيح، فلو أن رجلا طلق امرأته فقال أنت طالق، فقامت بجانبه امرأته فقالت استثني، فقال إلا أن يشاء الله، ولم يكن قصده من هذا الاستثناء التعليق للتبرك، وإنما قصده التعليق المحض، فنقول لا يقع طلاقه، إن شاء أوقعه وإن شاء لم يوقعه، فلذلك لا يقع الطلاق في الطلاق وفي الأيمان وفي غيرها. هذا استفدناها من هذه الجملة. من فوائد هذا الحديث أن الصيد والشجر وما في حكمه من الشوك وغيره لا يجوز إتلافه لاثنين، لمن كان محرما ولمن دخل الحرم وإن لم يكن محرما، وإن لم يكن محرم. ما الدليل على ذلك؟ أن سلم خصه بالبلد، فكل ما يثبت على المحرم يثبت هنا، فالفدية تثبت هنا وهنا. والصحيح أن فدية الصيد تثبت على المحل إذا اصطاد، فلو أن حلالا
صاد في مكة حمامة وجب عليه يعني ماعز يذبحها وهكذا. فيما يتعلق بالحديث السابق الآن ذكرتها فقط، الحديث السابق هو حديث أبي شريح، وهذا الحديث أيضا استدل به فقهاء الحنابلة على أنه لا يجوز لامرئ أن يدخل مكة إلا وهو محرم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة إلا محرما. فإن قلتم، الحديث سنأخذ الدرس القادم لأن ضاق الوقت، فإن قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر وهو مثل العمامة لكنها من حديد تجعل على الرأس، فلم يكن محرما صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول ماذا؟ إن فعله مستثنى، فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فالمذهب يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص به في ذلك الموضع فقط، فيقولون لا يجوز لامرئ، طبعا ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه، أن يدخل مكة إلا محرما. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الذي عليه الفتوى أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام، لأن الذي رخص للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القتال دون باقي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. عندنا آخر حديث. طيب، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. نعم، هذا باب قال ما يجوز قتله، أي ما يجوز قتله في الحرم. وجواز قتله في الحرم يترتب عليه حكمان: أنه يجوز القتل من حيث الثواب، عفوا من حيث الإثم يرتفع عنه الإثم، والأمر الثاني أنه لا فدية فيه، لا فدية فيه، فما يجوز قتله لا فدية فيه. ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، أي أن هذه الخمس من الدواب أي من الحيوانات كلهن فاسق أي مؤذي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدواب بالفاسق أي المؤذي. وإنما سمي الفاسق فاسقا، أي الفاسق الذي هو يقابل العدل سمي فاسقا، لأنه في الحقيقة فسق وخرج عن الطريقة المعتادة، فالفسق هو الخروج عن الطريق المعتاد، فهذه الفواسق تؤذي وتخرج عن نفع الناس فسميت فواسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلن في الحرم، ومن باب أولى الحل كما جاء في بعض الروايات. أول هذه الأمور الخمسة قال الغراب، وقد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغراب في هذا الحديث، فجاء بعض الروايات الغراب مطلقة فكل غراب يقتل، وجاء في رواية أخرى أنه الغراب الأبقع أي الذي فيه خط أبيض ويسمى بغراب البين. فمن أهل العلم من حمل المطلقة على المقيد فقال إنما يقتل ما كان من الغربان فيه هذا الهيئة، والصحيح العمل بالمطلق وهو الغراب ولا نحمل المطلق المقيد عليه. والسبب أن هذه اللفظة هي الأصح إسنادا، حديث عائشة هو الأصح وهو في الصحيحين، وإن كان في أحدهما الغراب غراب البين أو غراب الأبقع، ولكن الأصح الإسناد الغراب مطلقة. الأمر الثاني أن هذا الحديث خرج أكثر من مخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في الحية كما سأذكر لكم بعد قليل أكثر من صفة فيها، فدلنا ذلك على أنه ذكر أحيانا بعض الأنواع وأحيانا أطلق، فهنا من باب الأخذ بالإطلاق فنقول كل غراب يقتل، كل غراب يقتل سواء كان أبقع أو ليس بأبقع، خالص في سواده. الأمر الثاني من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم الحدأة أو الحدأة، والحدأة نوع من الطيور معروف، هذا الطير بطبعه إذا رأى شيئا لامعا انقض عليه فيأخذ الأشياء اللامعة والثمينة، وربما انقض على عمائم الأوائل، يذكرون الأوائل أنهم انقض على عمائمهم فيأخذها من على رؤوسهم ويذهب، فمن طبعه أنه يسرق ويأخذ، فهو مؤذي للناس ويأتي إلى رؤوسهم ويأخذ أغراضهم. الأمر الثالث العقرب، والعقرب دابة معروفة مؤذية، يعني تؤذي بلسعها، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدل العقرب الحية، الحية وهي مطلقة كل حية، فتصبح يعني بدل خمس ست. والأمر الرابع الفأرة، وهو المعروفة الفأرة ويدخل في حكمها الجرذ الكبير. والسادس
أو الخامس الكلب العقور، والمراد بالعقور الذي يكون مؤذيا، وهو الذي نقول باللهجة العامية يكون مستسعر. قبل أن نبدأ للرواية الثانية نذكر ما في هذا الحديث من الفقه ثم ما يقاس عليه. في هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذه الأمور الخمسة ويزاد عليها بالحية وهي السادسة لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قتلها في الحرم فلا فدية عليه ولا إثم، وهذا هو الغرض الأساس من ذكر هذا الحديث. الفائدة الثانية أن هذه الأمور الستة يستحب قتلها حينما يراها المرء أينما كان، كلما رأيت فأرا أو غرابا أو حداءة أو فأرا أو كلبا عقورا فيستحب قتله، يستحب حتى ولو كنت في صلاتك، ولذلك الفواسق تقتل حتى في الصلاة، من رآها في صلاته فإن حركته في قتل هذه الفواسق مشروعة. هذه الفائدة الثانية أنه يستحب قتلها. طبعا في زيادة على هذه الستة التي ورد في هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم من استحباب قتل الوزغ، معروف الوزغ سمى البرصي أو غير ذلك من الأسماء القريبة من هذا الاسم، هذا من الأمور التي يستحب قتلها ويثاب عليها المرء. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه قعد أهل العلم قاعدة أن ما أمر بقتله هذه الخمسة أو الستة فإنه يحرم أكله، أن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله، فلا يجوز أكل شيء من هذه الأمور الخمسة أو الستة، فلا يجوز أكل الحيات بأنواعها ولا العقارب حرام، ولا يجوز أكل الغربان ولا الحداءة ولا الكلاب، كل هذه لا يجوز أكلها. المسألة الرابعة أن ما حرم أن ما أمر بقتله حرم ثمنه، فأثمان هذه الأمور كلها ممنوعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب. لكن انظر لهذه المسألة، نقل القاضي علاء الدين المرداوي عن الشيخ تقي الدين أنه فهم من هذا الحديث أنه يجوز، خلاف المذهب طبعا، أنه يجوز بيع كلب إذا كان كلب حرس أو ماشية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب العقور، فمفهومه أن الكلب المأذون فيه لا يشرع قتله، إذن فالملك عليه ليس من باب الاختصاص بل هو ملك مالي فهو مال. فنقل قلت لكم مرداوي عن القاضي الشيخ تقي الدين أنه يجوز بيع الكلاب المأذون باقتنائها وهي كلب الحراسة والحرث وما في حكمها والماشية. المذهب لا يجوز بيعها، وإنما تكون باب الاختصاص، يجوز أن تهديها لغيرك وتورث لكن لا يجوز بيعها لأن سلمناها عن ثمن الكلب ونحوه. المسألة الأخيرة وننتهي هذا الحديث، انتهى الوقت، آخر حديث آخر مسألة، هل يقاس على هذه الدواب غيرها أم لا، سواء في الحل أو في الحرم؟ في الحل فنقول يجوز قتل غير هذه الأمور الخمسة أو الستة، في الحرم أن من قتل هذه الأمور الستة ما يقاس عليها فإنه لا يثبت عليه فدية. فمن أهل العلم من قال لا يقاس، وهو قول أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة، والرواية الثانية في المذهب وهي التي رجحها الشيخ شمس الدين الزركشي المصري فقهاء الحنابلة، قال الصحيح أنه لا يقاس عليها غيرها وهو الأقرب. ومن أهل العلم من قال بل يقاس عليها غيرها، فيقاس عليها كل مؤذن، لأن سلم سماها فواسق، فكل حيوان مؤذن بطبعه وإن لم يعد عليك فيشرع قتله. وتوسع بعض الفقهاء وهي رواية مذهب أحمد نقلها الشمس الزركشي أنه قال يقاس على كل حيوان ما شابه، فالفأرة تحفر وتؤذي وتنقر الأشياء، فما كان مثلها كابن عرس يكون كذلك، الكلب عقور فما كان عقورا مثله كالذئب فإنه يقتل مثله، وهكذا. ولكن الأقرب يعني قول أبي حنيفة الرواية الثانية رجحها الزركشي أنه لا يقاس على غير هذه الأمور الستة غيرها. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.